متابعتي العزيزه، مرحبا بك في قناه توركواز اكادير. عندي اليوم واحد لو بروجي ديال جوج ديال المرمات، دوك لي طابلو اللي كيتعلقوا في الحيط. في الاخر غادي نشارك معكم الشكل النهائي باش تفهموا اكثر شنو هما. كيكونوا هما على شكل مرمات كيتعلقوا، او لا تيكونوا على شكل مكانات، او لا مهم ما غاديش ندخلوا في التفاصيل بزاف. دونك شنو عندي؟ عندي جوج، دونك امال و ايمان بلي دات دو نيسونس ديالهم. ابارامون هادو غادي تعطاو كادو في مناسبه عيد الميلاد. دونك انا اقترحت هاد الزويقات بالنسبه لامال، درت هاد الرشيمه هادي، والدائره هادي درتها صغر من هادي بواحد سنتيمتر. يعني عندي هنا هاد المرمه فيها تقريبا على الداخل ديالها 23 سنتيم، هنا خدمت غير 21 اللي حطو من الراس ديال الورقه حتى للراس، دونك 21 سنتيم. كتبت امال ولا دات دو نيسونس، والرشيمه اللي غنخدم بها هي هادي. دونك انا رشمتها هنا كي تلاحظوا، ها هي عندي هنا مرشومه، وقيلا خصني نعاود عليها باش تبان ليا مزيان. ثم الالوان اللي اختارت معايا الزبونه، غادي نخدم بواحد هادو، بغات الغوز، هذا غوز انديان، و غندخل عليه شويه الزقلي، وغندخل عليه خضير على حساب الوريقات. دونك هذا كمبدئيا هذا هو لا كونسيبسيون لي تخيلت ديال الالوان. ندوزو دابا لايمان. ايمان اختاريت ليها هاد الزويقه، الا لاحظتو هادو ما عاودتش عليهم بلوفوت حيت ما عجبونيش، دونك غنكتفي بهذا الزويقه هادي، وهاد هكا هاد العريق هذا اللي فيه هاد بحال السبوله، وكذلك هنا هادو ما كاينينش، غتحبس الزواق هنا. ايمان نفس الشيء، كتبت بواحد الخط اللي عريض شي شويه باش يجيني ساهل في الطرز، و لا دات دو نيسونس ديالها. ثم اللوينات غندير ليها اللوينات، هي صغر شويه في العمر، غنخدم ليها هاد الوريضات هادو ثلاثه باللوينات بحال هكا، هاد الكوغاي الصفيفار الموف، غنشكل ليها ونزيد بين التفاصيل من بروغريسي شي شويه في الخدمه. مره نشارك معكم على حساب الوقت حيت مزروبين هنا. عندي تقريبا 24 ساعه فاش خصني نكمل هاد الاولانيه، ماشي 24 ساعه في الحقيقه، غير اليوم يعني العشيه ديجا هادي راه شي 11 ونص العشيه، خصني نعطيها للسيده. بقاو معايا باش تشوفوا تطورت الخدمه فين وصلت في هذا لو بروجي. بديت الطرز، درت الوريقات، درت العريقات، كلشي سافا اوكي، ولكن ملي بديت كندير في هذا الغوز، مع جاني هذا الغوز كوزان ديام جهيد بزاف، ما قدرتش نديرو كله في الوراضي. داكشي باش مريت مع هاد الغوز اللي مفتوح عليه شويه، الخطفه عجبتني، ولكن هاد الشكيلات هادو جاوني شويه ما مقتنعش بهم. انتوما ولا زوينين، ما مقتنعش، ما عرفتش شنو غندير. المهم داكشي اللي درت غنشاركو معكم. اشنو غندير؟ غادي ندير غير الخطفه بحال هنا، واتفقنا غنعمر يعني الوراضي كاملين غيعمرو. الطريزه ديالي كملتها، خرجت على هذا الشكل، ما عرفت ما راه مضببه فوالا. باقي لي هنا قلت لكم راه ديما تنسى شي حاجه، ما عليناش. السقلي اصلا باقي غادي ندور به على هذا امال على الاسم. وتلاحظوا معايا انا مشيت جربت واحد لو بوين شحال هذاك نجربته ما صدقنياش، اليوم الحمد لله صدق ليا، سميتو بوين كازيو وقيله كازوني ما عرفتش، المهم شي اسم بحال هكا ما عقلتش عليه. كنت شفت شي جزائريات اللي كيديروا، تحيه لكل معلمه جزائريه من هذا المنبر. ثم شفت واحد القناه سماتو الطرز الابره الشرقيه بالماكينه. المهم تنديروا جوج ديال الخيوط في لا ماشين، ها هما درت هادو نيت باش خدمت، هما اللي درت وحليت الطونسيون هذا حليته يعني مرخي شويه. جربت هاد جوج لوان وجربت هادو، انا عجبوني هادو حيت عندي ان غابيل مع هادو، حيت هذا واحد الغوز اخر دخلته مع الغوزان ديال اللي عندي. دونك هو باش غنعمر امال الاسم. علاش ما درتش التعمار؟ عندي هنا بلاصه كبيره وما زعمتش، حيت انا ما خفت لا ما يصدق لياش وما غاديش يعجبني الشكل ديالو. هذا زبون، هاد الغرزه عجبتني، دونك هي باش غنعمر وغندير اطار الخياطه بالسقلي. باش ندير نيت السقلي نكتب هاي نعمر هنا هاد النقيطات الحبيبات. ثم باقي حيره ملي غنكتب امال، الا كان الغوز كثير غنكتب هادو بالخضر، الا شفت بان الغوز ما بيهش يعني سافا غنديرو نكتب به الاسم.
الشكل ديال الطرزه من بعد ما كملتها هو هذا. ياك ما نسيت شي حاجه؟ من بعد ما كملت التطريز ديال المرمى الثانيه خرجت على هذا الشكل. هذا ها هو، هذا بالنسبه للايمان. ما شاركتش معكم التفاصيل حين تركتني الوقت، وانتم كتلاحظوا انا كملت التليج على غير هذا الرينغ باش نعاون شويه في الضوء، سينو راه ما قدرش نكملو، ما قدرش نكمل الشغل ديالي. شفتوا كيف رجعت درتها باللوينات، وامان راه شاركتها معكم، راه شفتوها هي. دابا غندوز باش انني نقطعها باش تسرجع، ثم نصوب. البنات كملت الطابلو ديال امل، خرج على هذا الشكل. هذا ها هو ماشي دابا انا خدامه في ايمان. ايمان اختاريت ليها هذا اللون، جاني انا الخضر كثير بزاف، جاني انا الخضر كثير بزاف، داكشي علاش ما بغيتش نخدم به، غيولي هادشي خضر بزاف. دونك غادي خدمت بهذا السينتاجي اللي هاد اللوين هذا عجبني، حيت عندي اصلا خدمه به هاد الوريدات وهاد الحبيبات الصغيرين. ايمان خرجت على هاد الشكل، وامان خرجت على هاد الشكل. البنات يلا كي كملت غنصور لكم بالزربه، حيت السيده بغات تجي دابا. امل ها هي خرجت على هذا الشكل. هذا غنبعد الكاميرا باش تبان لكم بشكل. دونك هادي هي امل بصحتها وبراحتها، واخا ما نعرفهاش حيت هذا غيمشي كادو. ملاحظاتكم البنات سواء سلبيه او ايجابيه مرحبا بها، بغيتها نسمعها باش نطور من نفسي، حيت هذا اول بروجي على هذا الشكل كنديرو. كيعجبوني اصلا هادو، ما عمرني فكرت نصايبهم، حيت تنشوفو ديما تيخدمو باليد، ما تيخدموش بالماكينه. البابيون هذا درتو كبير على حطو، بغيت زعما باش نخبي به هاد الفيس هذا، داكشي علاش درتو كبير. الساعه واقيله اكزاجيري، والله ما عرفت، تقولوا لي الراي ديالكم. هو ممكن نصغرو، ممكن دوبلتو درتو على جوج هكا، دوبلتو على جوج. المهم بالنسبه لامل هي نزرب باش ما نتعطلش على السيده، باش ليله جات تلقى الشغل ديالها واجد. هادي ايمان، ايمان درت ليها حتى هي هاد الشكل هذا، هي صغر في العمر على امل ابارامون، هما خواتات، ودرت لها لو بابيون صغير، ولكن بقى هذا تيبان ليا شويه. هو اصلا حسنت علقي منه، فكرت انني ناخذ واحد الطريف ديال الريبون ناخذو زعما نديروه هكا، ولكن جاني ما عرفتش جا زوين. ياك نديرو الايمان ونديرو حتى الامل ويجي غير هكا. شتو انا تنصحكم ديرو غير هاد القياس ديال البابيون هذا، خدمتو غير بيدي وبليبرا والخيط، خيطت هاد الطريف حتى الا عندي شي وقيات ونخدم شي وحده على خاطري، وديك الساعه نشاركها معكم. الراي ديالكم كما قلت لكم كيهمني بزاف، نقرا التعليقات ديالكم سواء على الطرز، على الفكره، على الالوان، على كل شيء. دونك ندير هذا هنا باش نتي خبي ليا، نشوف شي طريقه نديرو نخيطو مورا لو بابيون. ياك نخيطو مورا لو بابيون في نفس الوقت يخبي ليا هذا، وفي نفس الوقت يبقى لو بابيون غير صغير بلا ما يجي بحال هذا كبير. متفقين معايا؟ اش كتفضلوا البنات؟ اش تفضلوا هاد الطابلو د ايمان ولا الطابلو د امل؟ بلا ما يبقى الحال في حتى شي واحد، المهم غير الراي وصافي. صافي البنات لو بروجي ديالنا هو هذا. الى زدت الريبون وعندي الوقت راه نصور، سينو غتلقاو التصاور على فيسبوك في مجموعه سحر الكروشي المغربي، اولا على انستغرام ديالي، ولا المهم اي بلاصه كتعرفوني كاينه فيها تقوازا كاجير راه نقدر نحط فيها الى درت شي تعديلات. هذا هو لو بروجي اليوم اللي بغيت نشارك معكم ديال التطريز. شكرا لكم بزاف. الخلف ها هو الخلف، درت ليه بحال هكا نورمالمون، كدير هنا واحد الورقه ياك تدخل عاد كتخيط وتتنبلي، ولا عندك شي لوغو بحال انا عندي تيركوازا كاجي، تتلصقي هنا واحد التيكيطه تيركوازا كاجي، ولا كطبعيها دافونس
المهم الورقه تجي داخل هنا صافي، راه واخا هي ما تتخيطيها ما تلصقيها ما والو، تتبقى مشبره حيت هذا الثوب تيخبيها. هذه هي تفكرت دابا باش نقولها لكم، الا بغات شي وحده تصوب بحال هاد لي بروجي. كانت معكم مريم من قناه تركوازا كادير، كنشكرك بزاف على متابعه هذا الفيديو، الله يخليك خلي لي تعليق، قولي لي فيه الراي ديالك باش نطور من نفسي ويستافدوا حتى الاخوات، حيت كاينه اللي تتشوف الفيديو تتقرا حتى التعليقات. انا عارفه. الى اللقاء. هانتوما غنقرب لكم فريزه ها هي. مازال ما صفيت بكم البنات، هاني زدتها ماما خارجه طرقاتني لقاتني كنصوب كنفكر باقي كنفكر، قالت لي هي الطريقه اللي ديري ماشي ديك اللي كنت وريت لكم انا هكا، باش انه الا كان شي كروشي هكا لاصق في الحيط يدخل من هنا. وهنا خيطتها مزيان بالابره حيت تقل تقدر، اصلا انا كلشي مخيطه ما استعملتش كاع الساق، عندي داك البيستوري ولكن ما عمري فاش كنخدم به ما زعمتش عليه فما يكونش صحيح. دونك هو الشكل النهائي ديال ايمان، كنسميهم ايمان وامال. والطابلو ديالنا هو، يا ربي ما نكون نسيت شي حاجه. ثاني يلاه بسلامه عليكم.